بين يديه وطائر الأبابيل هو طائر ذكر بالغ، طول الجسم تاعو حوالي 16 سنتيمتر، الأجنحة تاعو طويلة مسرحة إلى الخلف بشكل هلالي كما تلاحظوا معنا شكل هلالي، الأرجل تاعو بها مخالب، تشوفوا مخالب قوية نوعا ما للتشبت، كذلك الرأس فيه حوالي 2 سنتيمتر، لون الجسم بني مع مساحات رمادية باهتة، الذيل كما تلاحظوا هنا الذيل تاعو قصير متشعب نوعا ما ويتكاثر وهو معلق في الجو، وهذه من الصفات النادرة لهذا الطائر. صباحة اليوم 7 ماي 2020 الاتصال بمصلحة حماية الحيوانات والنباتات على مستوى محافظة الغابات من أحد المواطنين، وين جلب لنا طائر الأبابيل، هذا الطائر النادر التابع لفصيلة السماميات، الاسم العلمي تاعو أبييس. الطائر هذا هو من الطيور النادرة والتي قليلة الاحتكاك بالإنسان وتعيش على مستويات عالية من الارتفاع، قليلا ما نلاحظه على مستوى الأرض. الطائر هذا تمت جلبه من قبل إلى محافظة الغابات وين تمت مشاهدته ببلدية نس، وفي المرة الفائتة كانت عندنا نصائح من طرف مركز التكاثر بزيرالدا وين قالنا أنه لابد أن هذا الطائر تدوه إلى أماكن مرتفعة وتقدموا له الأكل والشراب من أجل أنه يستعيد قواه تاعو ويعاود يطير، لأنه حظوظ تاعو باش يعيش في قفص قليل أنه يتأقلم فيها ويعيش.